يسعد صباحكم. احنا اليوم بالداخل الفلسطيني، احنا بمنطقة دير السكي، اتكينا مع الحاج. عرفنا عن نفسك. كلمة الحاج كبير يا زلمة. يا سيدي الشاب. الشاب. أنا محمد أبو ياسين من بير السكة، اليوم بسموها زامر ما هي بير السكة. أهلا وسهلا بكم. إحنا موجودين في مخبز أمل بدون جلوتين. في ناس كثيرة اللي ما بعرفش على إيش الحديث. بدون جلوتين الخبز والمأكولات اللي مالهاش حدود عنا هي معمولة مش من طحين كمح، إلا من يم بطاطا يم رز يم من ذرة، أشياء اللي احنا طورناها ونجحنا نعمل إشي اللي مش موجود تقريبا عالميا بالطعم أو بالريحة أو بالشكل اللي احنا بنعمله. ما حدا قدر يعمل المنتوج هذا بالجودة هاي. يعني مخبز أمل أعطى أمل لكتير ناس ولحياة كتير ناس، لأطفال لشباب لختياري لشيوخ، إنهم يعيشوا في هذا الخبز اللي أنت أنتجته أو النواشف الحلو والكنافة، كتير أعطيت أمل للناس وفعلا هو أمل. أول شيء إحنا انتخبنا الاسم أمل لأنه مرتي أمل عندها الحساسية هاي، وهي فعلا بدها تعطي امل للناس اللي مش لاكين شو ياكلوا. واخرى مره بدي ارجع واقول اللي ما عندوش واحد في العيله اللي عنده الحساسيه صعب عليه يفهم كبر المشكله الموجوده عند هذا البني ادم، مع انه احنا بنواسي الناس اللي عندهم الحساسيه من كلهم انه هاي بالاخر ما بدهاش دواء، بدها اكل. مع كل هذا المسألة مش سهلة. طب الجلوتين معزول، الطحين اللي عندكم معزول منه جلوتين؟ الطحين اللي عندنا هو ما فيهوش جلوتين نهائي. ليش؟ الجلوتين موجود في طحين الكمح. احنا ما بنستعملش طحين كمح. انا عندي هنا محل اللي هو نضيف 100% من إشي اسمه كمح. يعني ممنوع ولد يفوت يأكل ساندويشي هين، ممنوع. كله خبز هنا، كله من الطحين معمول، بطاطا، رز، صويا، ذرة، لوز. يا ريت تأخذنا بجولة. تفضلوا. أول شيء طبعا مخبز أمل. مخبز أمل، وإحنا بنعتذر عن العبري لأنه هنا أكثر روادنا هم من اولاد عمنا. البدايه هنا هاي المدخل تبع العمال هنا، وبدايه ادخال البضاعه. يلا مخزن المواد الخام. هنا ممنوع يفوت اي منتج اللي مش وراه مصنع مؤهل. ممنوع اجيب من اي واحد ما عندوش اوراق اللي تثبت انه الصناعة هاي 100% المواصفات تبعتها مثل المكتوب عليها. طبعا انا تابع هنا او خاضع لزيارات من وزارة الصحة اللي ما بتشوف الفايتين هنا، واي ملاحظة بشوفوها اي ملاحظة بيستحوش يقولوا ويعترضوا على اي اشي غير مناسب. هنا مخزن للطحين، هذا من برا من ايطاليا بنجيب الطحين، وهذا طحين غالي جدا. يعني بتقدر اشتوار هذا تجيب حق طن. كم سعر تقريبا؟ هذا فوق 22 شيكل الكيلو. طيب
طب هون مين القائم بالاعمال بالصناعه بالمخبوزات؟ مين القائم هنا؟ اول شيء في بيشتغلوا حوالي 7-8، وكل واحد له التخصص تبعه، كل واحد له الوظيفه تبعته. هنا العجين، هنا العجين بيتم. طلع قديش في ثلاجات هين، قديش في ثلاجات؟ هذا حسب طلب وزارة الصحة. ثلاجة هاي إذا ظل عندك عجين زيادة تحطه بالثلاجة هاي، ممنوع أي شيء ثاني. هين هاي لفتحان العلب، بدك تفتح علبة ذرة، بدك تفتح علبة مية بندورة أو أي شيء، هين ظل منها للثلاجة هاي. هاي ممنوع تخلط؟ ممنوع تخلط. هذا في الغرفة هاي مناكيش، زعتر، زعتر اللي بيسوي في الدور. هنا هذا مع جبنة، أشياء ذاتي جد، مع جبنة، مع بطاطا حلوة في منه، مع بطاطا عادية. كبة، كبة، الكبة بيعملوها من البرغل، هذا من الكسامت. هنا معجنات، في بطاطا، في جبنة، في سبانخ، في بطاطا قلنا، في بتريوت فوق الخبز. الخبز اللي عندنا تقدرش تفرقه عن الخبز العادي، زاكي 100% وبفتح، تقدر تعمل ساندويتش، تقدر تاكل اي اشي تحط بكلبه، زاكي جدا. الخبز اللي احنا بنعمله بدولة اسرائيل ولا واحد قدر يعمل مثل الكماجي تبعتنا. احنا افضل كماجي في دولة اسرائيل، معترف فيها يعني كل بهذا. مفتول، مفتول فيه. بوريكاس للدار، بيقدروا بالدار يعملوه. اللحمانيوت، بعرف شو بتسموه، فينو في برضه لحمانيوت، هسا بشوف لحمانيوت، في برجر، همبرجر، ولا يتفرق عن الخبز العادي. لا والطعم بدي اقول لك انه اكثر من العادي. عندنا الكعك العربي الفلاحي مع تمر ومع راحه، نعمل طبعا مكروطه معمول. الفخورس مع تطلة توت. بكلاوة مش عادية، بكلاوة من الطحين اللي احنا بنعمله. البكلاوة هاي ما فيش في الشرق الاوسط كله واحد نجح يعمل بكلاوة زي اللي احنا عملناها. بكلاوة زاكي جدا جدا. الصورة هاي للمرأة، بما انها هي اللي عندها الحساسية وهي اللي بدأت تعمل في الدار في المنتجات هاي. وطبعا انا اللي تبنيت المشروع وانا اللي وقفته على جهة وعملته. فهاي الصورة من جريدة يدعوت احرونوت، الجريدة المنتشرة في كل دول اسرائيل واقوى جريدة باسرائيل. هنا في الشهادات من وزارة الصحة انه احنا مخولين نعمل المشروع هذا بعد فحص وبعد مبالغ طائلة جدا انحطت في المشروع، مشان اليوم احنا مخولين ان نعمل الشغل هذا وطبعا ونسوقه. انا اخترت انه اعمل المخبز اسمه باسم المرأة، بما انها هي صاحبة التعب وهي البداية. فامل، مخبز امل بدون جلوتين. هنا بتم الخبيز، احنا جينا على المرحلة الأخيرة. أما على الخبيز، الماكينة هاي هي بتسكر الزروفة، الله، بتسكر الزروفة هاي، بتقص الفينو، بتقص الفينو، هنا الخبيز بكماج وخبيز الفينو. المنطقة هاي للتغليف،
جهاز هذا شوك بريز اللي خلال 4 دقائق بيوصل ل ناقص 40 درجة. بكلاوة بدون جلوتين، هاي اشياء مش مفهوم ضمنا اللي احنا بنعمله قاعدين، مش موجود ولا في محل، مش موجود لا في الشرق الاوسط ولا في غيره، ما فيش هاي الاشياء. انحط مبالغ طائلة مشان توصلنا نعمل هاي الاشياء. هنا بيرقوا العجين بنعمل الكماج هنا على الجهاز هذا. كل الأجهزة هاي احنا عملناها ولائمناها للعجين تبعنا الموجود في السوق، ما بلايم هنا. هاي للحمنيوت، لحمنيوت شو بسموها انتو لحمنيوت؟ فينو للفينو، نعمل فينو هنا. طبعا كل الطوائل هن من نيوروستا حسب مواصفات وزارة الصحة. هنا الجهاز هذا بيعمل بيوزع ل 30 قطعة ومع وزن، لأنه كل الكماج لازم يبقى نفس الوزن. طبعا هنا احنا خاضعين لتعليمات معينة، لأنه أنا هنا عندي مهندس التغذية، ومهندس التغذية لها الطلبات تبعاتها اللي احنا مقيدين نمشي حسب التعليمات. واخر مرة وزارة الصحة بيرحموناش اذا احنا ابعدنا او زلينا او عملنا اشي على رأينا احنا. طبعا هنا هذا هنا المطبخ، هنا بيتم الحشوات. بما انه احنا قبل كلنا شو كل هدف من ثلاجة هنا للثلاجات هذول مشان تعمل الحشوات وظل الحشوات انت بتحطن بالثلاجة هاي. بعد ما عملت الحشوات مشان يبردن بتحطن بالثلاجة هاي. الثلاجة هاي هي للبهارات وللمواد الخام اللي هن قبل الشغل. طبعا هنا كل شيء مكتوب وكل شيء مكان بالضبط مكان، ويوم يوم لازم ينمرك في شيء تاريخ كما خلص لازم يطلع من هنا. الكورونا هنا بيجي الخبز، بنعمل الخبز، بنعمل الفينو. طبعا التغليف بعده بيجي. هنا هذا للخبز. والخبز هنا ولا اي قرن ضبط عليه الخبز تبعنا الا هذا القرن. جربنا اكثر من 10-12 نوع روني تاهتدينا على هاي النوعيه ووفقنا فيها الحمد لله. كل المحل مخصص للجلي، كل الارضيات هن فيه قنه بالارض اللي هن مشان يطلعن الميه اللي بنشطف فيها، وفي جهاز بنقي الزيت من المية، والزيت هذا بننقله بحطوه في محلات مخصصة له مشان ما ينزلش في الـ في في في, في الماء الجوفي. تمام. هنا مواد التنظيف، كل محل في مواد تنظيف مسكر عليها. هنا هنا قاعدين بيعملوا كرشلة. أخرى مرة إحنا مشينا على المنتوجات اللي إحنا عشنا عليها، اللي هي الزعتر والمنكوشة والكبة والكرشلة. وإحنا نعمل المحل هذا، هاي الكبة نعمل المحل هذا مشان نعالج ونطعم الناس القريبين علينا جدا. هذا الهدف بقى من كل المحل هذا. طبعا مرة الحجة أمل إن شاء الله بتحجي يا رب. حجة إن شاء الله الحجة. أنا وياها حجينا بس أنا طارت بسرعة هي ثبتت.
هي طيرت لي اياها. حجي امل احكي لنا عن عن بدايه حياتك لما اكتشفت المرض من بعد الأربعين. في جيل الأربعين طبعا كانت مرحله صعبه جدا 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 ومش معروف هذا الاشي شو سببه. تمام. لا الي ولا للدكتور اللي بيعالجني حتى مش معروف يعني. فطول الوقت فحوصات 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 في الجهاز الهضمي هي المشكله الاساسيه بتبدا. تمام. فيعني يعني وصلت لدرجه ولا اشي اكل ولا اشي لانه كله بتعبني. رحت حجيت فترتها قعدنا شهر يعني شهر بدي اكل بالاخر بس صرت اكل الخبزه لحالها ليه لانه كل الاكل متعبني. اثر اللي عامل لي كل المشكله هي الخبزه طبعا عرفتها بعد سنين هاي لما اكتشفوا عندي الحاله هاي بين عرفت لحالي شو السبب. وانا هناك قعدت شهر بدون اي اكل بس الخبز مش عارف لاني شو. فكانت مرحله صعبه جدا 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 لحد ما يوم يعني انا رحت لدكتور على حسابي الخاص لانه ولا اي دكتور قادر يطلع بنتيجه عن المشكله هاي. فيعني رحت لدكتور العيلة عندي اللي هو بيعالجني عادة يعني وصلت لدرجة زي الأولاد صغار صرت أبكي بقوله يعني ولا إشي نافع معي ولا أي فحص ولا أي دواء ولا أي فيش نتائج وأنا تقريبا مش عايشة مشكلة عويصة جدا. فكل هذا اللي أنا بقدر أعمله فيش عندي مجال لإشي ثاني. أنت عملتي كل الفحوصات جربتي كل الأدوية وكل مرة يقولوا لي جربي هذا العلاج تجارب يعني. فقعدت سنين عدة تقريبا 20 سنة بهالشكل هذا يعني بوقتها كان فترة حمل وولادة من أي سن انت بهذا المشكلة؟ يعني هي بيّنت عندي في جيل الأربعين طبعا. بس يعني بتهيأ لي بالسنوات الأولى يعني يعني فترة الحمل والولادة كلها وأنا طول الوقت أكون بجوز يعني هي واحدة من الأسباب للتعب هذا إسباعي ومشاكل بكى عندي يعني ولادات مبكرة كان عندي أثريته كله هذا بسبب الحساسية هاي طبعا. آه بيّن هيك في الآخر. فكل يعني انا كل اللي بقدر اعمله عملته فيش عندي حل ثاني. رحت دورت على رقم تليفون لدكتور عياده خاصه يعني يهودي طبعا اتصلنا فيه وحددنا موعد ورحنا. مجرد ما بديت احكي المشكله شو اللي انا بشعر فيه مجرد ما بديت قال لي خلص مبين وهو تخصص طبعا للوضع هذا للجهاز الهضمي. فقال لي خلص عرفت شو المشكله بتوقع انه هي هاي وبترجعي لي بعد يومين في عده فحوصات اعطاني اياهن بترجعي بعد يومين في هاي الفحوصات جاهزه. وهيك بدا الاشي رجعت طيب. بعد يومين مثل ما تخيل الدكتور توقع صار وانا عانيت عده سنين من هاي المشكله ما حدا قدر يساعدني وبس ربنا بيعرف كيف كنت عايشه انا يعني هيكل انزل في الوزن طول الوقت اكل ما فيش عيله ثمانية ولاد صغار كلهم ورا بعض ثمان سنين فتخيل الوضع انت. فيعني كان صعب مرحلة صعبة جدا 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 اللي هي اليوم فيش منها مش موجود هذا الاشي اليوم لانه الفحص صار سريع مجرد فحص دم بتبين المشكلة كل شيء حل لكل اشي فيه يعني لما كانت عندي المشكلة هاي ما كانش ولا اشي حتى طحين ما كان نوع طحين واحد من برا يجيبوه ولا اشي راضي يزبط فيه ولا إشي ولا منتجات جاهزة يعني أنا لو لقيت إشي جاهز وانبسطت فيه أنا ما وصلتش هذا كله. أما ما لقيتش ولا إشي لا طحين ولا يعني كانوا يجيبوا الخبز من برا في البواخر في السوبر ماركت وقديم ولا طعم ولا ريحة ولا 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 يعني حال يرثى لها. وفي الآخر يعني هاي حياة إنسان والخبز هو الإشي الأساسي في الحياة يعني أنا ما بدي لا كعك ولا بدي معكرو الاشي الاساسي على الاقل يعني. فمن هين بدا المشوار الطويل هذا وعلى اساس اطمن كل اللي بصير عندهم هذا الاشي اليوم الوضع هذا سهل جدا 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 سهل يبين وفيش ولا اي مشكله من نقص ولا اي اشي كله موجود وكله في متناول اليد وكله سهل ينعمل مش نهايه الدنيا يعني مش صنع طياره من الاخر. صح اني انا اخذ معي وقت 13 سنه جربت لانه كان كل شيء قليل يعني ما كانش انواع طحين ما كانش اشي ما كانش معلومات عند اي حدا يعني انا تعلمت من التجارب فيش حدا يعلمني اصلا مش لو بحثت بلكاش محل اللي اتعلم فيه هذا الاشي مش موجود لانه. ف
فاليوم الوضع مختلف جدا. صح انه اكل معي وقت 13 سنه وانا اجرب واعمل الكمادي مشان الكمادي بس تزبط معي، ما تزبطش 13 سنه يعني عمر، ومش كل واحد عنده طول البال هذا. يعني في خلال اليوم انا اجرب مرتين وثلاثه واربعه وزيته ما يزبطش. وطحين غالي صح، بكاش طحين بس غالي يعني بوقت اليوم غالي، كله غالي هذا. فيعني وقف معي الحج الله يلهث وقف ما زال واقف بعده من يومها على فكره. اول شيء غلي يعني بدي احكي شغله، انه اول ما بينت عندي المشكله هاي احنا انتقلنا من عند الدكتور اللي اكد انه هاي هي الحاله الموجوده عندي، واعطاني طبعا عناوين اللي اقدر اشتري، محلات اللي اقدر اشتري منها المنتجات هاي شو ما بدي، مع انه كان قليل الاشي. فرحت طلعنا من عند الدكتور، رحنا طوالي على المحلات اللي اعطانا عناوينهم. فمن وقتها هو قرر انه بده ياكل زيي خبز خالي من الجلوتين، مع انه الطعم لا يوصف وقتها. لا يعني يعني عذرا على المصطلح اللي بدي اقوله، لو تحط الخبز هاي لكلب باكلهاش، باكلهاش ببعد عنها. وفي اليوم ناس بيعانوا بدهم ياكلوا هذا الاكل. يعني بسبب طريقة الصحب سهلت الطريق لغيرك كثير. لغيرنا طبعا 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 كل فخر بمجهود طويل مش بالهين يعني 13 سنة مش شوي. لو واحد زي عند ربة بيت وعائلة وصغار وبعدها صار أحفاد وكل يعني واهتم بالكل الحمد لله، يعني أهم إشي بالحياة عندي العائلة. فمع كل هذا الحج قرر إنه يدعمني وياكل معي زي، مع إنه الإشي غالي جدا. يعني بوقتها كنت أجيب الربطة فيها خمس خبزات هالكدة بالضبط بخمسين شيكل. بس الحج بحكي لك بشي غالي عليك. بخمسين شيكل في قبل في جيل الأربعين، يعني قبل تقريبا 25-26 سنة أنا بحكي. فكان السعر هذا وصار قرر يأكل معي. قلت طيب أنا وياك بدنا أخرى واحد يشتغل يصرف علينا، يعني هو اللي بيشتغل مش أنا، فبدك أخرى واحد يصرف علينا يطعمنا خبز. فيعني يتحمل على حاله الانيميا طبعا كل الشغلات هاي بتسبب فقر دم قوي 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 للي بعرفش دنيا بكم ما يكونوا عارفين شو الاسباب. هي هاي واحدة من الاسباب، واحدة من الاعراض اللي هي بتسبب فقر دم قوي. يعني انا وصلت عندي وصلت الحالة هاي عندي بطلت اقدر امشي من هون لهين، مشان امشي 30 متر لازم ارتاح في الطريق في البيت. يعني تقريبا عجز عن كل إشي كنت، وكان صعب الإشي لأنه وجود عالي يعني كلهم أطفال بالآخر، صح خلف الثمانية بس ورا بعض أطفال بحاجة لرعاية. فكنت بهذا الوضع اللي فقر الأنيميا هاي، يعني شو بدي أقول لك، هي الإنسان بيعجز عن الحركة حتى بسببها. وطبعا ولا دكتور اكتشف إنه الأنيميا هاي لها دخل في الحساسية هاي، ولا حدا ربط الا الدكتور البراتي هذا اللي الخاص اللي انا رحت عنده بشكل شخصي. طبعا هو اللي فهمني كل شيء ولا عرف كل شيء. انت عندي هلا كبه صح؟ كبه طبعا الناس المالوف للناس انها الكبه برغل، بس هنا البرغل هو قمح، منتجات قمح هاي البرغل والسميد وكل هاي الشغلات. يعني انا بعمل هريسه، بعمل كرشله، بعمل الكبه. الكبه يعني ظليتني اجرب 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 وابحث عن مواد، ابحث عن اشياء في الانترنت، توصلت لإشي منتج من برا حبوب بكلولها الحنطة السوداء، مش موجودة عند هذا المصطلح، مش موجود في عند العرب كله لهين ولا برا. هاي محلات بلاد برا بتطلع عند الأجانب. الحنطة السوداء هي اللي هي بكلولها عندنا هنا كسامة تيروكا، اللي صرت أجرب بدعم الكوب بدعم الكوب. يعني الناس هذول بدهم كل شيء، الإنسان هذا اللي عنده هاي الحساسية ومحروم من كل إشي عادي، فيعني من حقه انه يعيش زي الناس حياة عادية. فصرت اجرب لحد ما توصلت اني اقدر اعمل الكبة من هاي الحبوب، صرت اوصى عليها من برا تجيني واجرب طرق، طبعا هي طرق مختلفة عن البرغل، لحد ما طلعت كبة. طبعا احنا هاي اليوم كثير، بس اليوم هاي حشوتها فقع، انا كنت بعملها باللحمة وشيش برق كله. هسه وزارة الصحة لأسباب معينة منعتنا، وقفنا شغل اللحمة، فصار كلياته فقع الحشوات عندي، كل أنواع الكبة تقريبا المعجنات فيش عنا لحمة باختصار.
أول إشي كيف بتبدأ المشكلة؟ المشكلة كيف؟ كيف بتبدأ الولد ببطل الوقت؟ طول الوقت عنده حالات، بيعاني من حالات، بيضلهم يرجعوا إسهال، والأهل بعرفوش. طبعاً فقر الدم بيبدأ، الولد بيظله صغير، بيكبرش، كليل طول الوقت. فيعني أنا بنصح كل الأهل اللي عندهم هاي الحالة، أول شغلة يخطر على باله يعمل الفحص هذا، حساسية القمح سيليا أول شغلة، بين أول فحص دم أولي، معروف الإشي يعني. يعني الطفل كان يراجع، صار عنده فقر الدم، هاي واحد صار عنده اختلافات، وجود اختلاف، أي شيء اختلاف بيكبرش، بيكبرش. ممكنش. وإذا عمل فحص هاي أحد الأعراض. طيب إذا عمل فحص تبين عنده هاي المشكلة، وإذا تعامل مع هذا الخبز أو مع هاي المنتجات راح يرجع حياته طبيعية وما في عند ما بوجه هاي مشاكل. لا برجع بطول خلال سنة بطوله عدة سنتيمتر. تمام. بعد ما يكون حل طبعاً. العلاج هو الحمية فقط، لا فيش علاج ثاني. حمية صحيحة للكل يعرف. إذا فيش حمية صحيحة 100% تؤدي لمشاكل عويصة جداً في غنى عنها كلياتنا. يعني أول شغلة بتؤدي لسرطان الأمعاء والجهاز الهضمي اللي بحافظش. شو يعني اللي بحافظش؟ يعني ممنوع يقول لك ماني أكلت شوي صغيرة هالكدة. هي هاي بتؤدي، هاي كل يوم كل شهر هاي اللي هالكدة بتؤدي لهاي المشكلة. يعني حمية ممنوع منعاً باتاً يلبس. يعني أنا بلبسش إشي منتجات من طحين الكمح، حتى يعني عندي في البيت فيش طحين كمح، مش وارد. في الحمية الصحيحة مهمة جدا 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 لسلامة الشخص. طب طحين الكمح وين متواجد كمان؟ مش بس في الخبز، ليش كمان موجود؟ يعني في العصير برضه، في الرز. طحين الكمح انواع الجليدة، البوزة، انواع الشوكولاتة، كثير انواع شوكولاتة. تمام. في السكريات، في المشروبات، في الصلصات، اهم شيء في الصلصات. يعني الناس بتفكرش انه هاي الصلصة احتمال يكون فيها طحين، فيها جلوتين. شربة الماجي، ايوه طبعا. هاي انا بستعملهاش نهائي، انا بستعمل نوع اللي خالي من الجلوتين. تمام. كل اشي البهارات، المكسرات بخلطوا معها طحين، في البهارات. أيوة. مش مهم لو ما خلطوش، ممنوع تكون البهارات هاي. يعني انا شو بعمل؟ بشتري حبوب صحيحة وبجهز عندي بطحنها. ليه؟ لأنه ممنوع تكون موجودة في محل اللي فيه كمح أو شعير أو طحين أو أي منتج فيه جلوتين أو شوفان مثلاً. فيعني مهم جداً حتى الشوفان برضو مش ممنوع. طب نرجع لموضوع المكسرات، المكسرات جميع أنواعها ممنوع ولا بس المحمصة؟ طيب المحمصة. لو أنت اشتريت مكسرات وأنت حمصتيها؟ أنا هيك بعمل. حمصتيها أنت؟ بحط أو طحين خالي من الجلوتين أو نشا. طيب. إذا ملزم يعني الأمر. وأحياناً ولا إشي.